عارف ليه حضرتك؟ عشان زمان كنت بتاخد القرار وممكن كمان شهر صحفي يعرفه بمحض الصدفه، او ان هو هيقعد يدور عليه عشان يعرفه. دلوقتي انت القرار اللي ممكن تقوله ممكن بعدها على الهوا على طول بدقيقتين بتلاقي مبعوت لك مسج، انت بتعرف تشكيل وانت قاعد في الاستوديو، بيجي لك مسج التشكيل جاي لك. الاول كنت بتاخد وقت كبير جدا وتقعد قدام التلفزيون عايز اعرف التشكيل، حتى الصحفيين اللي ما كانوا موجودين كان الامور صعبه ما كانتش سهله. فالامور كاداره خلينا منصفين ان الامور بقت مش سهله. ليه؟ لان انت اول حاجه زي ما اتفقنا ان في حد بيحاربك، بيحاربك بقى مش لازم بطريقه كويسه، او هو بيحاربك وخلاص. تاني حاجه في ناس مناصرين للنادي، اهلاويه مناصرين مثلا للمجلس، وفي اهلاويه جزء تاني شايف ان المجلس اداؤه مش كويس. اي مجلس، مش بتكلم على طبيعي ده، أي ده مجلس. وارد ده وارد طبعا. فاحنا بقينا برضو شويه في منقسمين والانقسام باين. خد بالك الانقسام طول عمره موجود، ان انا ممكن اكون مش عاجبني ادائك بس مش عارف اعبر. ليه؟ لان انا ما بشوفكش. انا ممكن احنا كاهلاويه قاعدين على القهوه، انا يا عم مش عاجبني ايا كان اي اسم، هاني رمزي مش عاجبني، وانا عاجبني عادل مصطفى، بس وجهه نظرهم هي نطاق القهوه، هو نطاق المكان اللي موجود فيه. جدا. دلوقتي نطاق بقى، انا ممكن وانا قاعد في البيت بالليل مزاجي مش رايق اروح مديك بوست كده بوظ لك الدنيا، وتلاقي واحد تاني راح مديك. فموضوع السوشيال ميديا موضوع بقى صعب في الاداره جدا جدا، وبقى اصعب كمان على اللعيبه، ان اللعيبه بيطلع من مباراه. كان زمان كنت بتاخد وقت انك تروح تاني يوم التمرين تعرف راي المدرب فيك، وممكن تعرف راي الجمهور وانت ماشي مثلا تحط بنزين، تشتري حاجه من السوبر ماركت، في عيلتك، زوجتك، ولادك، اخواتك، بتعرف رايهم. لكن دلوقتي انت بتخرج ممكن تلاقي بعد على تليفونك على طول على التليفون. صح، ودي برضو نقطه انا شايف ان اللعيبه محتاجه تبعد عن السوشيال ميديا. بس ده قرار اعتقد مهم جدا ان كمان الاداره الفنيه تقوله للعيبه، لان في وقت من الاوقات هو يعني اولد فاشن شويه، لكن في فتره من الفترات بنشتغل كده يعني، محتاج ده. محتاج ده، ان في فتره من الفترات كان الكابتن جوهري مش بقى، ما كانش في لسه في تليفونات، ما كانش في حاجه كمان، ما كانش في تليفونات، ما كانش في سوشيال ميديا ولا فبيشيل فيشه التلفزيون وياخد الفيشه ويخبيها علشان ما تتفرجش وتتاثر. يعني وصلت لدرجه ان هو حتى التلفزيون منعك منه، مش عشان حاجه يعني، لكن بيحميك. فانا موافقك جدا على الراي ان السوشيال ميديا ممكن جدا تاثر على لاعب، ممكن جدا تاثر على تركيز، وهم ممكن جدا شغالين على الجزئيه دي بشكل بيخلي اللعيبه تخرج عن تركيز المباراه او اصل اشمعنى الوقت ده عادي؟ ما انت برضو التوقيت كل وقت يا كابتن هاني. لا بس التوقيت دوت اكتر شويه، انت بتتكلم على توقيت عشان تقريبا 80-90% الموجه زياده شويه زياده. بس احنا نتفق ان طالما الموجه زياده احنا بقى نعرف نتعامل ازاي مع الموجه دي مهمه جدا. يبقى احنا بقى عندنا وعي، نقفل على نفسنا اكتر زي ما كنا قافلين على نفسنا طول الوقت، قافلين على نفسنا نقفل زياده. ممكن اكون طريقتي شويه مختلفه عن راي الناس، ممكن يكون راي الناس مختلف عني شويه، بس انا بقول وجهه نظري. فانا شايف ان احنا نقفل على بعض شويه، ان احنا الاراء الكتير اللي موجوده نقللها شويه، ان احنا مش طول الوقت ندخل على السوشيال ميديا نشوف. حتى كمان في الجانب السلبي للاعيب الكويس، يعني حتى مش لازم الخساره، حتى في المكسب انا النهارده ممكن الجمهور يديني حق اكتر من حقي. ده حقيقي. فبالتالي انت حتى انا هفتكر ان انا بالظبط انا بحط نفسي في مرحله انا اصلا ما وصلت لهاش. يعني دلوقتي ممكن لعيب يلعب 20 دقيقه يجيب جول، هو وممكن يكون ما كانش موفق فيها قوي، بس في مثلا ناس كتير جدا شايف ان هو كان كويس. لما بيقرا الحاجات دي هو بيصدق نفسه ان هو راح منطقه كبيره جدا، مع ان في ناس قعدت بالمئات المباريات عشان تبقى تصدق نفسها ان هي حاجه كويسه. فانت دلوقتي، وده خد بالك جزء برضو من الجانب المادي الغير حقيقي للعيبة، بمعنى ان انا طول الوقت شايف نفسي الناس عماله تصيطني يعني بلغه الكوره بتصيطك، فده برضو جزء برضو عيوب من عيوب السوشيال طبعًا ميديا طبعا. فعمال بيصيطك، فبالتالي انت شايف نفسك رحت المنطقه هي مصدق نفسي وانا صدق انا اجيب 10، لا ده انا اجيب 20 ده الناس بتحبني، لا ده انا اجيب 30 الناس بتحبني انا اسوء. فالجزء ده كمان يا عادل عشان برضو نروح للملف الاوروبي، للاسف برضو ثقافتنا يعني انا عشت الكلام ده بس هنا في مصر، يعني هتلاقي اللعيبه بره في اوروبا لا الوضع مختلف، ان اللعيب الصغير اللي طالع بيشتغل كتير قوي وبيتعب كتير قوي علشان يوصل لدرجه معينه يبقى قيمته التسويقيه كذا عاليه، لكن احنا وصلنا لدرجه ما تقييم سريع
تقييم سريع وما الناس ما تربطهاش برمضان. انا بتكلم ان جنرال، لا كله احنا بنتكلم على كل اللعيبه، ان انت بتنجم اللعيب قوي من بدري قوي بالزبط. وبالتالي هو كمان مش هقول ثقته بتزيد، لكن هو بيحس بنفسه ثقه بتبقى حاجه مفرطه بالظبط، وبتاثر عليه بعد كده. ما هو ده بالظبط، يعني السوشيال ميديا مش في الخساره بس، لا في المكسب كمان. احنا بقينا مفرطين قوي في المكسب.